اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على المشركين وأذلهم، تعرض له شخص من اليهود يدعى لبيد بن الأعصم، فعمل له سحرا في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل، فصار يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعض الشيء مع أهله وهو لم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدث به الناس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق الذي أوحاه الله عز وجل إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم يفعله، فجاءه الوحي من ربه بواسطة جبرائيل عليه السلام فأخبره بما وقع، فبعث صلى الله عليه وسلم من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر من السحر. وأنزل الله عز وجل عليه سورتي المعوذتين فقرأهما وزال عنه كل بلاء، وقال صلى الله عليه وسلم عنهما: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. والله جل وعلا عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها، أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء والمصائب والهم والحزن والألم فإنه لم يعصم منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل أصابه شيء من ذلك كثير، فقد جرح يوم أحد وكسرت البيضة على رأسه ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيق عليه الكفار في مكة تضييقا شديدا، وقد أصابه من الهم والحزن والألم الشيء الكثير مما أصاب من قبله من الرسل عليهم السلام، ومما كتبه الله عز وجل عليه فهو أعلى الأنبياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا كان هو في أعلى طبقات الأنبياء فلا شك أنه أشدهم بلاء ومصابا صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله عز وجل به درجاته وأعلى به مقامه وضاعف به حسناته وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين، ولكن الله عز وجل عصمه من الكفار فلم يستطيعوا قتله ولم يستطيعوا منعه من تبليغ رسالة ربه عز وجل، ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة على أتمها وأدى الأمانة كلها صلى الله عليه وسلم. وذكر المفسرون والمحدثون وأهل التاريخ والسير، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تفسير المعوذتين: ثبت في الصحيح عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب أي سحر، حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وأنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيتكم فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان بئر في بني زريق. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت له: يا رسول الله، هل أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. أما عن مدة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم من يهود زريق،
وكانت المدة التي أصابه فيها السحر 40 يوما، وفي بعض الروايات أنها 6 أشهر. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين بأن مدة العملية من بدايتها إلى نهايتها كانت 6 أشهر، لكن تأثيرها المباشر عليه صلى الله عليه وسلم كانت مدته 40 يوما فقط. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن سعد رحمه الله قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من 7، جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم، وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا، فقالوا: يا أبا الأعصم، أنت أسحرنا وقد سحرنا محمد، فلم نصنع شيئا، ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه. فجعلوا له 3 دنانير فأقام 40 ليلة، وفي رواية 6 أشهر. ويمكن الجمع بأن تكون 6 الأشهر من ابتداء تغير مزاجه صلى الله عليه وسلم، و40 يوما من استحكام السحر فيه. وهذا النص يبين السنة التي وقع فيها السحر كما يبين مدته، وأنه 40 يوما أو 6 أشهر. ولم نقف على قول يزيد على 6 أشهر، مما يدل على أن القول بمدة عام كامل غير صحيح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. ويمكن الجمع بأن تكون 6 الأشهر من ابتداء تغير مزاجه، و40 يوما من استحكام السحر. وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السحر، حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 6 أشهر، كذا قال، وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح فهو المعتمد. وتعرض الصالحي في سبل الهدى والرشاد لمسألة قدر هذه المدة فلم يزد على نقل كلام الحافظ ابن حجر. قيل: والذي وجدناه في مسند الإمام أحمد في تحديد مدة 6 الأشهر إنما هو من رواية معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان. وأما رواية وهيب وهو ابن خالد عن هشام به فهي كرواية الجماعة، ليس فيها تحديد المدة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء ثم لا يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وقد قال ربنا عز وجل: والله يعصمك من الناس، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل هذا في مقام الرسالة والنبوة والشرع والدين. أما في أمور الدنيا فيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب الناس من المرض والألم والسحر والحسد وغير ذلك، لكن في مقام الدين والشرع والحديث والقرآن فهذا محال أن يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مراد الله ولا حروفه ولا كلماته ولا كلامه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.